يا
جزائر يا بلادي يا جوهرة البلدان، حبك ساكن في كبادي ما يغيره حتى إنسان. أنا بالنسبة لي من أروع ما غنيت، معبرة جدا هذه الكلمات اللي هي من كلمات سي نور الدين بالغالي اللي كان معنا وألحانه. سجلنا هذه الأغنية في صيف 94، كانت دموعنا ما تنشفش هذاك الوقت، واللهم لك الحمد على هذه الساعة اللي راهي تنعم فيها بلادنا بالأمن والسلم والأمان، اللهم لك الحمد. عزيزة جدا على قلبي منى هذا. على بالي شتك متأثرة كي كنتي تسمعي ذكية الأغنية، وذكرى معنا وردة جميلة جدا 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 وأنيقة كثيرا من وردات الجزائر، صديقتي وحبيبتي وأختي الإعلامية الكبيرة المثابرة راضية بن الشيخ. مرحبا بك راضية. شكرا زكية، نورتينا. الله يسلمك، رغم أنني في بيتي لكن هذا الدعوة يعني قصتني بزاف. ولا شكرا 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 تستاهلي على كل الأشياء اللي تقدميها. الله يسلمك زكية، شكرا جزيلا. محسن راك معايا باللي تستاهل راضية. يا أجمل وجه تلفزيوني، يا اجمل وجه تلفزيوني على الاطلاق. دوك غير ذكية يا جمهورنا الحبيب، على بالكم محسن راه معايا ويقول لي قولي ديري عملي، بالك تقولوا انا وحدي اللي راني نقول في هذا الشيء، خلاص انا حكيت لهم كلش محسن. فانا ومحسن وامونا وكل المصورين وكل فرحانين انك اليوم، لانه انت مثال جميل جدا للمراه الجزائريه العامله المكافحه اللي ما شاء الله ما تعيش. ما شاء الله ديما تقول لي زكية، تقول لي لازم ديما تخدمي، ما عندكش يعني شوية وقت هكذا؟ نقول لها هذا هو العمل اللي يعجبني فيها. عفوا يا رضيا، نقول لك زكية أنه رضيا هي صديقة كذلك إعلامية معنا، تعمل معنا وكلش ونحبوها ونقدروها كثير. شوفي تعمل وين تروحي، أي مهرجان أي يعني حفل أي موجودة سبيها موجودة، أي فرح سبيها، تغطي أي تظاهرة، تغطي الحفلات اللي تتعمل للأيتام، جمعيات أعمال خيرية تطوعية خيرية وباطل. تدي المصورين وتدي لكاميرا لديفيلي دماد وين ما تكون المرأة هي موجودة. قلت لك مثال المرأة المكافحة المثابرة، ما عنديش أحسن من هذا. اللي يعجبني فيها أنها مهما تكون تعبانة تكون دايما راضية أنيقة، هذا اللي يعطيني الأمل في الحياة. ربي من دار حسب القلب. جميل والله، والله جميل، دايما لبسة مليح أنيقة هندف جميل. يعطيك صحة رضيا، تمثلي المرأة الجزائرية. حشمتوني. حشمتك. احكي لنا على رضيا بن شيخ، حكايتك مع الصورة، خلينا من الإعلام والصحافة، حكايتك مع لافوتو وشن هي؟ أول وحدة يعني تعرف حكايتي مع لافوتو هي زكية، يعني التشجيع 100% زكية. كنت كما تعرف في البداية تاعي في 96 في مجلة الشاشة الصغيرة عملت حوارات، وبديتي صغيرة يعني بدينا في 69 يعني ماشي بعيد بزاف، نقدر نقول مازال يعني 20 سنة. وبديت بالحوارات مع يعني فنانين كبار ومطربين كبار، وخاصة يعني في المشرق وفي الجزائر. يعني أول حوار بديته عملته مع زكية إذا تذكري، أي سنة؟ مانيش عارفة موجودة المجلة، حبيت نعملها. هذه هي المفاجأة خبيناها. قولي والله. أحلام من فضلك. يا مصيبة والله غير صح. يعني كاين حاجة في المجلة أخت منى، شوفي يعني داخل المجلة كاين مطربين يعني وممثلين معروفين بزاف في المشرق، لكن أنا فضلت لأن تستاهل. يعني كاين صبوحة عملنا في الصفحة الأخيرة. الصفحة الأخيرة هذه حكاية زواجي. زواجي مع الثاني الجزائري كان بالإمكان. أحلام من فضلك نحيي الصبوحة من خلال القناة الجزائرية. نعم. يعني وش حبيت تقول رضيا؟ انه النجمه الكبيره خلتها في الصفحه ونجمتنا في الصفحه الاولى. تفضلي. انا كنت نجمه الجزائر الاولى انا ذاك. شكرا نديها لازم لانه تبحر لي هذاك العدد. زكية شوفي على المباشر من فضلك الشاشه المقابله لك، يا ريت ترجع يعني هذه الشاشه بالمناسبه. ايوه مفاجأة. هذا الإهداء تاعك اللي كتبتيه للقراء. يا خويا يا محسن، واش راك عامل يا خويا؟ واش راك عامل يا خويا؟ شكرا شكرا ليك ولا غيداكسيون. شكرا. لا شكرا على واجب، هو عمل متقن. ما توروش للجمهور كيفاش كنت صغيرة، لا ما بكرة كبرت خلاص. قولي لي رضيا، كيف الحوار مع زكية كي أول مرة تعاملتوا مع بعض؟
كيف كان؟ لا لا كان تعامل من قبل يعني، لكن اول يعني عمل يعني على فكره بين قوسين انا ثاني مره نجوز في التلفزيون. نعم. يعني كحصة نرفض تماما. ما تحبش هي تخلي تتكلم عليها. لأن زكية يعني صديقتي وعندنا بزاف يعني حاجات كيف كيف ولا ما حبش نرفض لها الطلب ونشكرها بزاف بزاف لأنها جابتني. لا لا لا, لا لازم لأنه أنت مثال قلت لك جميل جدا للمرأة وإحنا داخلين على احتفالنا بيوم 8 مارس فحابة تكلمينا عن العمل نتاعك كيفاش تقدري توفقي ما بين الصورة والصحافة وكونك كأم حتى إذا منصف الحمد لله دوكا راهو كبر شوية وراهو يدرس في الخارج، لكن كيفاش قدرتي توفقي ما بين كل هذه الأشياء؟ لأنه مجال صعب جدا جدا، كيفاش قدرتي توفقي؟ لحكايتك قدرة الله واش تحبي نقول لك، نحاول باش نبرمج روحي يعني نوفق ما بين العمل ما بين البيت ما بين الأهل أيضا الأم اللي تعرفيها شوية تعبانة أيضا وما بين أيضا نحاول باش نقسم روحي يعني كيما الأسبوع اللي فات عملنا الجمعية أوماج للأرسلان الأسبوع المقبل الفنان الكبير يعني أنا اللي قمت بالتغطية لكل هذا الحفل وشفتك حتى لما جات عتوقة السلامة من فرنسا والحمد لله على السلامة عتيقة الحمد لله على السلامة عتيقة بلي راكي عيانة وإلا كنا استضفناك اليوم معنا في البرنامج كنت في المطار ومشيتي ودرتي التغطية وكنت موجودة أنا للأسف الشديد تراني في التصوير ما قدرتش نكون لكن نمشوا لها إن شاء الله ونديروا لها قاعدة العتوقة وكنت موجودة أنا عندي ميزة يعني كيما زكية ممكن إحنا ماشي نقول لك إحنا زوج برك لكن نقول الميزه هذه في اي مناسبات يعني خاصه في المناسبات يعني اللي شويه كما المرض ولا صبنا انا ولا زكية نكونوا موجودين في الفرح شويه في الفرح ممكن نغيبوا ولا هي الافراح ما تمشيش بزاف لكن في المناسبه هذه هي الاولى يعني تكلمني في التليفون وتفكرني ولا نفكرها ونتواجدوا ونكونوا عندنا بزاف حاجات عندك منى دائما هي اللي تكلمني وتقول لي فلان راه مريض ولا فلانة راهي زيدت ولا فلانة راهي تعبانة ولا فلانة من وهذه وهي ما تأخرش ما تتأخرش ضموني للمجموعة لازم تجي يا ريت والله ماذا بيا كاين مجموعة معانا بصح بداو يعياو عائلة لازم نكونوا دائما سودي فعتيقة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة عتيقة إن شاء الله تكون هذه هي خاتمة الأحزان يا ربي إن شاء الله الحمد لله والحمد لله على السلامة حكايتك مع الافراح تعملي تغطيه للافراح حكينا كيفاش كانت بدايتي بديت كنت في المجال يعني الاعلامي ومن بعد يعني في ذلك الوقت كانت المراه عنصر قليل في هذا المجال تاع الافراح باش تغطي الافراح كانوا غير الرجال ففكرت قلت يعني ولما لا وكانت يعني عائلتك كيف ترفض رضيع انه رجل يصور لهم طبعا عائله محتشمه ربما ما تحبش فجاتني فكره انني نتخصص في هذا المجال قلت ولما لا لان العنصر نسوي شويه ما والان بزاف طب اول وحده على مستوى الوطن شويه كيف تحرقي كل هذه المراحل لان نعمل يعني ما نقدرش نقول نحرق ما نقدرش نشكر لا لا حرقتي كامل الغطاء انا شفت بعيني من اسبوع كان ديفيلي دو مود دو كواف يعني لوريال كنت انت المسؤوله كيفاش تقدري